مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله. غادي نحضر معكم العجل، عفوا العسل. عندي هنايا 2 كيلو ديال السكر سنيدة، ولتر ديال الماء، عندي 2 ديال البرتقالات ونص حامضة كبيرة، وغادي نديرهم يغليو فوق البوطة. صافي، ملي كتوصل الغليان بحال هذا الشكل حتى كدير هذا الرغوه هكذا كامل من الفوق، غادي نزيد لها كاس ديال الزهر، وغنخليها حتى كطيب حتى كيتغير اللون ديالها. صافي، هو العسل ديالنا وجد، هانتوما كتشوفوا اللون ديالو تغير، وهاد البرتقالات اللي لحت فيهم حتى هما كيتغيروا اللون ديالهم، كيوليو غامقين معسلين حتى هما كذلك. وغادي ناخذ شويه نجربو نديرو في الطبسيل ونخليه حتى يبرد باش نعرف القوام ديالو. وهذا هو العسل ديالنا نتوما كتشوفوه، هذا هو القوام ديالو اللي بغينا، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.